بس عبد القادر برضه عايز اتكلم على عبد القادر، يعني كان بيلعب ايه في ماتش سموحه؟ نزله يلعب ايه؟ وينج؟ لا لا وينج شمال. لا ما انا ما شفتش ان ده كان كل شويه بيضم لجوه، يضم لجوه، هو كان متفق معاه ان هو يضم لجوه، فما يجي يلعب يضم لجوه دي معلومه يقول له ايه اطلع على الطرف. طب ما انت قايل لي انزل يضم لجوه، فطبعا عبد القادر هو لو قايل له لجوه مش هيقول له اطلع على الطرف. ما هو ده اللي جننه، ما هو ده اللي جننه. كان معايا كابتن خالد جد الله برضه في بدايه الحلقه قال لك ان في حاجه نفسيه في عبد القادر مش مظبوطه في العلاقه بقى بينه وبين طبعا حاجه طبعا يعني مش ده مستواه يعني. لا لا في بعض اللعيبه اول ما بيقعد فانت بتخسره، يعني في لعيبه ممكن يقعد يحارب على مكانه. عبد القادر واضح ان هو مش من الناس دي. لا بص لا انا مكاني هاخده وانا مستريح. بص والكلام ده في الانديه الكبيره مش هتلاقيه. لا هو تحس برضو انت لما ترجع كده لعبد القادر موقفه اما بقى من شويه من المصافحات الاهلي من الجمهور من التويتات بتاعته، انت لازم تربط ده كله. شاغل نفسه بحاجات كتير. شاغل نفسه بحاجات بره الملعب، فبرضه اللي يشغل نفسه حاجات بره الملعب ده مش هيقدر يقاتل ان هو لما يقعد على الدكه. هو مشروع لعيب كبير، ما هو لغايه دلوقتي ما مش بالكلام. هو مشروع لعيب كبير، مشروع ان ما كانش يستغل المشروع. طب ولو لقيته بره قائمه كاس الاهلي كاس العالم يبقى لعيب كبير ازاي؟ ده بنسبه 90%. طيب وده اللي كنت هقوله. ما اللعيب الكبير، اللعيب الكبير ان هو يكمل، ما هو برضه هي ثقافه اللعيب ودماغ اللعيب. بس مع عبد القادر تحديدا كلها برضه تحس ما هي في كيمياء برضه، المدرب بيحبه مش بيكرهه وعايز يلعب مكانه، بيحب لعيبه ومش يعني وضع بيحب طاهر تعرف شويه بينفس كلامه ما بيردش ما بيعملش ما دي طاهر كان بيدافع اكتر اللي بيطلبوا منه بقى بيعمله، لكن فواضح ان الكيمياء بين كولر وعبد القادر لا ما فيش مش موجوده. ودي لو ما اتخدش في ناس في كاس العالم زي ما قلت بنسبه كبيره اعتقد دي هتبقى. طب في كاس العالم في لعيبه اسماء هتخرج يعني انت مع محمود متولي وكريم نيدفيد ورضا سليم ده اصابات او رجوع من الاصابات مش جاهزين بصراحه، لكن انت محتاج اتنين كمان واتبلورت حوالين ثلاثة. طبعا مودست رايح يعني طبعا وانت مغمض صح طبعا هو هيروح على انه صفقه فانت ما يقدرش عقد طبعا انما هي النقطه هيكون جاهز يعني هيرجع من الاصابه هيروح يا كابتن هيروح يكون جاهز ان هو هيشارك معاك ولا لا، ولا انت اصلا مبدا راس الحربه الثاني هو مش فارق معاك اصلا تواجده؟ بمعنى ايه؟ انا راجل رايح كهرباء بعديه بيرسي تاو انا هلعب بالفراوده واصلا اللي جاي معايا التالت ممكن يبقى صلاح محسن اولى طبعا. ما لو انا مش حاطط الاثنين في دماغي اي حد مش الموضوع مش هيفرق قوي يعني لو هي ماشيه في سكه ان مودست يمشي في يناير يبقى صلاح محسن اولى. انا لو في اختيارات هو انت قلت اللي هتبقى في ثلاثه في اثنين منهم خلي خلي عبد الفتاح خلاص عمرو السوليه واضح انه هيحجز طبعا مظبوط كده حاجز خلاص فانت عندك الاسماء اللي قلتها كلها ما فيش حد هيخرج ما عدا احنا قلنا 22 اسم في ثلاثة ولا قلنا 21 في ثلاثة منهم اثنين خالد عبد الفتاح وصلاح محسن واحمد عبد القادر مين الاثنين اللي هيقعدوا مع الثلاثة التانيين ومين اللي انا في الغالب هيدخل في الغالب هيشيل احمد عبد القادر في الغالب اوكي فانا ده رايي الشخصي هو هيعمل كده يعني وخالد ولا صلاح؟ لا الاولى صلاح يخرج ولا يروح كاس العالم؟ لا صلاح يروح كاس العالم يعني خالد عبد الفتاح اللي يقعد ده بديهي انت عندك هناك محمد هاني وعندك اكرم عندك كريم وعندك علي معلول وعندك وفي كلام ان ممكن يلعب برضه سيرد باك ما هو هي دي النقطه طيب ويا ترى عبد المنعم هيرجع كويس لا ولا لا حالته كويسه حالته مش ان هو يلعب يعني بس انت هتدور على المضمون على المضمون بمعنى ايه؟ يعني لازم تشوف عبد المنعم في الملعب قبل يعني القايمه مثلا بكره فانت لسه ما شفتوش في الملعب فهتشوف ان هو هيلعب بنسبه 100% تمام يبقى اخد معايا حد زياده انما مثلا جيت اعلنت قايمه وما فيهاش خالد ولا قدر الله مثلا عبد المنعم هيغيب ما هي بقى دي مش هتلعب بالاثنين هاني برضو بقى في الحته دي بس خالد اوقع يعني انت مش هتدور بقى يعني هتفك بالتلات اماكن مع بعض تجيب هاني هنا وتودي اكرم هنا لخبطه برضو هتحرك تلات اربع لعيبه فانا بشوف ان هي حاله عبد المنعم هي اللي هتحدد بنسبه كبيره جدا لو النادي الاهلي متاكد بكره الاعلان ما هو النادي الاهلي لو متاكد من عبد المنعم وعبد المنعم النهارده عمل اشعه لو متاكد بنسبه 100% والكلام انها كانت هتاخد اسبوع لو الكلام تاكيد 100% يبقى ممكن يلعب بماتش يبقى ممكن خالد هيبقى بره انما لو الكلام فيه ولو 10% يبقى خالد جوه وصلاح خالد جوه طبعا جوه بالنسبه ما فيهاش ريسك زار. طبعا يعني الاقرب احمد عبد القادر وصلاح محسن ده الاقرب من وجهه نظري
عارف ان احمد عبد القادر كاس العالم اللي فات جاب جون في فلامينجو، واللي قبليه جاب جون في الهلال. شفت لا ده ماتش الهلال ده هو من نجوم ماتش الهلال، من نجوم ماتش الهلال اللي هو عمرو السوليه وياسر ابراهيم. هو بالذات هو من بدايه الماتش احمد عبد القادر كميه هجمات للنادي الاهلي من نجوم كاس العالم دي، واللي بعديها اللي فاتت دي جاب جون في فلامينجو. سبحان الله يعني. بس في الاول والاخر ما تسالش الا اللعيب نفسه، ما سالتش نفسك يعني. يعني انا دايما بقول يعني الواحد في شغله بشكل اي بني ادم في شغله ما ممكن يواجه ضغوط ويواجه مشاكل. أكيد. هل ده تعني انك تتراجع؟ انا قلتها لك، ولا تقاوم في لعيبه وتنهض وتشتغل؟ يعني ارجع للفتره اللي انت اتكلمت على عبد القادر فيها كويس، كاس العالم اللي فات واللي قبله، الفترات دي ما كانش بينافسه حد كتير، كان هو اللي في المكان ده لعيب اساسي، فما عندوش حته المنافسه او التحدي. انما اول ما دخل لعيبه ودخلوا بشكل جامد جدا، حسين بقى ورضا سليم وظهر بيرسيتاو وكلهم راحوا في مستوى تاني، فبقيت انت اللي بتقعد تنزل على فترات بتنزل مش كويس، فبيبان شكلك وحش، فانت ما بتحاربش على مكانك اصلا. تخلي بالك رضا سليم كمان مصاب، رضا سليم لو بيلعب مش هتلاقي يعني هيروح كاس العالم طبعا، مش كاس العالم ده، مش هتلاقي احمد عبد القادر في قائم الماتشات المحليه. فاللي هي برضو ان رضا ده بعيد، دي هو كان بيعتمد على رضا جدا. طبعا هو لعيب كويس يعني. طب نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضرتك.